أحيانا أكثر معارضة مسرحية كنوع من الموسيقى وارتفاع المعدات المحررة لها حين رفع قوة تقوى سلطتها حين آخر ليصبح الفنان هو ما يؤدي دور المخرج والراقص والممثل والمحاج والمصور. وبعد منجز الحدث هنا يخفي الكثير من الأسرار ويكشف الدوائر، فهو قدرة كبيرة وطاقة هائلة من قبل الفنان لتحويلها إلى تعابير مادة ملغزة ومعنى يدخل التساؤل. وهذه التجاريات الفنية إضافة إلى فتحها موضوعة التأمل والاستمتاع وتقديم أي وجهة ملحة، فهي حاملة للفهم بقيم ومصرفة لخطاب معين ومميزة، تحتوي على نوايا تواصلية مميزة من بدن الفنان. فهو لا ينكر أبدا بل يوصل خطابا ويبلغ رسالة ويعبر عن فكرة أساسها إشراك الجمهور في العملية الإبداعية، ليتحول المتلقي من مشاهد سكون يتلقى فيض الإبداع إلى مشارك ليصبح في وضعية حالة الإبداع والتلقي في الكامل نفسه. وقد تصل فاعلية مشاركته إلى التأثير واندماجه في ديناميكية الأثر الخلفي وتغيير مدلولاته، وهذا ما يتحول فيه العمل إلى طاقة يتجدد على وقعها التركي ليتقاسم بذلك الخلفي والمتلقي تعددية المعاني أفعال الفن ويعاد ابتكار جمالية مغايرة ليكون المعنى معطفا مسبقا، وإنما سيكون يتآلف فيها التواصل مع الوسائط والوسائط مع الحواس، وكأننا ننتقل من أحد المعنى إلى تعدده ومن محدودية الوسائط إلى ذاتنا. ولعل تقاطعت الاختصاصات في خلفيات كودا كوتشي ليس من باب المغامرة، بل يمكن تسميته مجازفة باستثمار التقنية ومحاولة إثراء تجربتي الفنية موفرة لها كل الإمكانيات ومتجملة لها في كل عشق وخبرة يمتزج فيها التقني الجمالي. تعتمد خلفياته على تفاعل الجمهور مع العمل عبر النهج باصدار أصوات محددة تم تصميمها بشكل خاص لكل قطعة، إذ أن العمل مصمم بداخله مجسمات وأجهزة استشعار تلتقط الحركة، مما يجعل الخلفية تتحول إلى واجهة تتيح إمكانيات استخدام تقنيات رقمية عبر التركيز على تفاعل الجمهور الجسدي والتنفسي وما ينجم عنه من أصوات وحركات. كما نتبين مع الفنانة جيني فيبيتي أن صورة الخزفية المتعارف عليها لم تعد هي نفسها اليوم، معها لم تعد الغاية من السلوك الفني إنتاج الشيء بقدر ما يهمه، وأيضا وضع المتلقي في وضعية الفاعل والمشارك في العملية الإبداعية. تجربتها الخزفية تمنح قوة إبداعية ملموسة لطقوس التنفس عبر أداة بيانات تسببية تترجم مسير المشاركين إلى أرعية خزفية مطبوعة ثلاثية الأبعاد، إذ يقوم المتلقي بالزفير في شكل محمول باليد تحدد قوة وسرعة التنفس في كل لحظة مدى اتساع حلول الارتفاع، ويتوسع في ارتفاع طال مستمر الزفير، ليتمثل على أثر ذلك في نموذج افتراضي ثلاثي الأبعاد. تستمد الممارسة الإبداعية من خلفية متجولة في الفنون وعلم الأحياء الكيميائية وعلوم الكمبيوتر، مما يجعل نظام التنفس غير مرئي مرئيا وملموسا في النهاية، سعيا إلى استكشاف وتوثيق حدود الفن الخلفي وجعله أكثر ديناميكية وتغييرا. أبحث بذلك نتاجات الخلفية غير خاضعة لمنطق العقل على أساس أنها تكسر لا نهائي للظواهر الموجودة وعلى كونها قوام جميع الخواص والعلاقات والتفاعلات والأشكال المختلفة. وتعد هذه الظاهرة بلاد بشكل فني جديد يجمع بين الحرفية والجرأة والمخاطرة وتنفتح على آفاق جديدة للتفكير والفكر والتصور والتحليل. إن البحث في عملية التفاعل كمدرك حسي وكمجموعة من الدلالات والمكونات التي تندمج مع بعضها ومع الفضاء هو كشف ما تثير هذه التفاعلات وعد الدلالات مدى الخزان ورصد مجمل العلاقات التي تربطه بمنتجه لتصبح محمله بالرموز والدلالات ترتسم وتنتج بينها باسلوب تقني معتاد، احتواء وتداخل، تجميع وتركيب المتناقضات. كما ان دخول الفنان في هذه العلاقه الحميميه التي تجمعها مع بقيه الورشات تجعله يتوضا داخل اسرار هوائيه في جماليه مظهرها، لانه لا يعتبر ما يقوم به عملا فنيا ولا يبحث له عن تصنيف ولا حتى عن تعريف، فهو يقوم بسلوك فني على حد تعبير مسائل من خلاله كل من حياته علاقتها بالاثر، وهو قام بقناعات يستفيد بالمتلقي الذي لم يتعود على مثل هذه السلوكيات في الفن. شكرا.
لن أطيل عليكم كثيرا في الحقيقة لما شهدته هذه
ومن صراع في المداخلات، لكن سأتطرق من وجهة نظري أنا ومن المقال الذي قدمته عن تقاطع الفنون وتأثيره على الفهم الجمالية الفنية. نستعين حديثنا أولا محتاجين قول عن كل مبلوغ، كل فن في لغته الآخر وكل فن يعيش في الآخر. نشأت مساحة فنية معاصرة تنوع وزاء في مستوى المطالبات والبحرية التي مثلت دافعة الاهتمام الجمالي لدى الفن الذي تجاوز حدود الممارسة التقليدية لأسس رقة فنية قائمة على تدخل الثقافة. لذلك نشأت علاقة مستديمة بين الفنون اهتمت بالقيمة البنائية للأثر الفني. لنتطرق في هذا المقال في وصوله الأول عن تجليات التفاعل والتجليات البنائية في الأعمال الفنية. نذكر فيه بداية عن تناول الفن لاهتمامات الإنسان بمفهوم ازدواجية الفنون والإبداع وكيفية استخدامها بشكل جسدي. أما من الناحية الفنية فقد تنوع الأساليب والتقنيات في الثقافة الفنية يتمتع بحرية مطلقة، لذلك نشأت مفاهيم مثل التفاعل والتجديد اللذان يحددان التنظيم البنيوي للأنظمة المادية. فمفهوم التفاعل يرى بالمعنى الاندماج والتآلف والتقارب والوحدة، إذ أنه السبب النهائي في كل شيء منظم، ويظهر التفاعل في وصفه العلاقة التي يتبادل فيها التفاعل. ونشر الإشارة أيضا إلى مفهوم التجريب الذي يعتبر أحد أساسي الأداء الفني والنشاط الإبداعي، فهو يدرس ما تفرضه المقاييس وطبيعة العلاقات بين المواد ليكون مجموعة من التحديثات تطبق إنجاز العمل الفني تحت جوانب إبداعية جديدة، مما يهيئ العقل والحس للممارسة الجمالية. لتصبح جميع التطوعات التجريبية خاضعة للفعل العقلي والمعادلات الفكرية المتداخلة والمندمجة. فيزيد جانب السلطة والعقل في العمل الإبداعي ويتحول بدوره القصدية مطلقة تؤسس حولها العملية الإبداعية. أما في الخط الثاني المعامل تحلق تحت جماليات ثقافة الفنون، تطرقنا فيه أولا إلى مفهوم الجمال حتى نقول رأيه اعتبار التفاعل والوحدة بين العلاقات الشخصية للأشياء التي تجلبها حواسنا، فكل قيمة جمالية يختلف بما يمكن البيان من تنظيم الخطوط والألوان وعناصر التكوين، مما تبرز خصوصية التجربة الفنية للنقل اللذة الجمالية. هذا المنحى التفاعل التجريبي في الأعمال الفنية هو الذي يكسبها القيمة الجمالية وبالتالي تخلق بها توازن، فمفهوم التوازن يشير إلى الطرق التي تم بها ترتيب العناصر داخل العمل الفني، كل من منظور آخر يدخل مفهوم التوازن دون أن يكون هناك تفاوت بين الجانبين، فإن هناك ليس بالضرورة أن يكون شيئين متفرقين من الأساس إلى عمل فني. التوازن يمكن أن يكون مثير للتطابق مثلا المطرح والتطابق بين الجانبين، فإن كان وضع العناصر بصورة غير متساوية في العمل فإنها تعمل مع في النهاية لإنتاج التناسق والانسجام والتناغم بشكل عام. ففي كل ما بعد الحداثة اشتملت مفاهيم ومعايير وعلاقات جمالية على تنسيق التناقض في تطور جذري للتحولات السينية والتحليلية. وفي الختام حاولنا في هذه الورقة البحثية إدراك التدخلات التي ننتجها بعض الفنانين عبر التفاعل والتجريب والتوازن الذي يحققان جمالية فنية وتعارضي على اللغة كل فنان ومحاولة ترك إنتاجاته. هذا التشكيل هو أعمال جمالية والدنيا مختلفة، يشعر كثير منا يعجز عن فهم التجارب الفنية والفكر الموضوع والتعايش معها جماليا وإدراكيا. ومن ضمن الإشكاليات أيضا الإشكاليات التي تعود بالأساس إلى طبيعة الفنون نفسها، وذلك بتقديم أعمال فنية متقاطعة تواجه صعوبات لوجستية، خصوصا عندما يشمل التعاون بين فنانين من مجالين مختلفين أو استخدام تقنيات متعددة في إضافة إلى قضايا التصنيف والتحليل وتجربة إشاعة
الشرطي ايضا ان الباحثون يجدون صعوبه في تحديد حدود الفاصله بين الجنوب بعد ثلاثه سنوات. والسؤال الثاني هو ما كيفيه تاثير الفن على الفن كل الفن. شكرا لك جدا وحضرتك. دوما انه هو مقاطع الفنون وتاثيره على الفن الجمالي الفنيه هذا المفتاح في لدي نفسه. ربما يحكم الموضوع اخر هو فكره التجريب في الموضوع. لانه مثلا كروايه على روك وصفت اعماله في بدايه الامر في روك مثل ما قال استاذ هذا الصباح لانه عندما يكون هذا جمال هذا الفن لانه راح يكون هذا الفن هذا جمال الفن فرفضت اعماله أنا روبيني لماذا؟ لأنه وصف كل تشكيلي وصف المسرح بالرواية، قال هذا ربما شيء غريب عنه، لكن فيما بعد تبين أنه عندما ذهب في الأمريكي وقبل ذلك مر بإيطاليا فقال في الأمريكي فرنسي، فاستلهم منه الكثير من القضايا الواقعية السياسية ومن هذا كتب الموضوع. نقطة أخرى ربما ذهب بها كتابات ou il a cherché des formes de l'écriture chez toi. Parce que je vous mets un lieu de santé, il se trappe, mais que l'on se rappelle, la réaction de l'histoire, mais il y a un peu de choses qui ne sont pas les mêmes, car je peux avoir un peu de temps, et que l'on ne peut pas les faire en même temps. الموضوع الذي يريد قصده. اعود الان وربما ثم اطاله ثم في نفتح كتاب دابا شفنا تاع من العلماء كل تفضل. حاول المدرسه سؤال فقط هو سؤال عام جاء في سؤال وانا اقرب عنوان الندوه تقاطعات الفنون ابدا بتقاطعات الفنون فافهم تقاطعات عندي في الاوتوميتي معناها بمعنى رياضي افهم تقاطعات بمعنى سوبر بوزيسيون او انترسيكسيون ثم معنى الانتباه هل بمعنى لينيكل او لو بروبليم qui doit attendre une résolution. Voilà, comment il faut dire, elle est à l'image. La frontière, limite, au seuil, au marge. Quel type de limite est-ce que c'est limite? Je le disais, au final. Donc, elle est à l'aise, elle est à l'aise, elle est à l'aise, elle est وحاولت أن أركب هذه التساؤلات على بعض من المداخلات التي حضرتها. ربما خانتني معرفة قليلة بالمجال الفني والفلسفي، ولهذا أردت توضيحا، لأن توضيحا في معنى اهتممت أكثر بمعنى الفوضى، ولم أجد تفسيرا يشوي أو يروي ضمعي لمسألة الحدود تحديدا، لأن مسألة التقاطعات أظن أنها مسألة قد فصلتم فيها منذ زمان. التقاطعات قد تكون سوبر بوزيسيون، تكون انترسيكسيون، فهي إيفيدونت. فصل فيها من قال أن المسرح الدور الفنون مثلا، فهو قد قرر أن هناك سوبر بوزيسيون وأن هناك انترسيكسيون.
إذا أين المشكلة؟ أين المشاكل؟ شكرا لك ربما نحن في شق بسيط ولكن الإجابة ستأتينا من الأستاذ رياض. نعم. لكي يجتمع حوله حتى لا نبتلق في
هو عمومي يعني الذي يفتح على أكثر من كل من المقاربات ولكن يبقى في الخصوصية. بالنسبة لمسألة الانتباه وفتح صديقنا عمر أشار يعني إحنا ترجمناها اللوم المثال يعني الانتباه لأنه إيجاد يعني وجود أنواع من اللبس في الشروع في الشروع مش في الفروض في هذا في الحدود ما بين الفروض لأن هذا اللبس لا يعني وصفناه بذلك الوصف لأنه يعني من الصعوبة بمكان أن نضع فاصلا بين فن وآخر يعني قد يعتقد أن طرحنا اللي هو في هذا الزمن وهو ظاهره هو اقتصار على ما هو معاصر لنا ولكن هذه التقلعات وهذه هي الحدود يعني المتداخلة موجودة منذ الكتاب ولكن الالتباس أصبح أكثر أو الغالبية في الفوائد فيما بينها أصبحت مبحث للقلق وهو ما جعلنا نطرح هذا الموضوع وفي الحقيقة أنه زميلنا أنيس الحمدي معناها هو الأستاذ محمد حمودة يعني هما اللي كان عندهم أكثر أفور أنا استخدمت التيماتيك ولكن الورقة الديفلوبمون كان ثنائي وقلت أشرت في الافتتاحية أنه الأستاذ جلال خشاب شارك معنا بنفسه أيضا في إطار المشاورات يعني فيها أكثر مزايا وأكثر نمو أي حتى أنه استفاد رجال العلوم هو استفاد سي محمد ولكن يجب ان يكون هناك
تأويل العمل ما يحكيش عن عمل. تحكي عن الأول. مش ميبل مش ميبل ما عارف ليه ما يكتبش الشعب فيه أنا وجيه ولا يدرنا فيه. لو كيف أنا لسي نعرف نحب حد يحكي على العالم ما يحكي العالم من الكاثوليك يلا لكن هو هو Thank you.